السؤال الأول يتعلق بالمهام للمحاسب المعتمد، هل يمكن للمحاسب المعتمد أن يتولى مهام عضو مجلس إدارة شركة مساهمة؟ السؤال الثاني يتعلق بالمادة 23 أو المادة التي يمكن أن نسميها إيدوليزم، لأنه المادة الوحيدة التي جدت في المدونة وليست معاملة، ليس لها اسم. المدونة مدونة الأخلاقية المهنية تخاطب إذا قم باستقرائها المحاسب المعتمد وتخاطب عضو المجالس الجهوية. لماذا تم استثناء أعضاء المجلس الوطني من المسائلة؟ فيما يخص التوقف للمحاسب المعتمد عن المزاولات المهنية، هناك أشير إلى توقفين، كاين التوقف الإداري المذكور في المادة 65 من قانون 27/12 لمدة 6 أشهر، وكاين التوقف لمانع مرض لما مذكورش عندنا في المدونة ولا في القانون. ومذكور بالنسبة للمهات الأخرى القوانين المنظمة لمهات المحاماة ومهات ديال الموثقين، يعني في حالة مرض الموثق مثلا لمدة أكثر من 15 يوم يمكن، يعني كاين واحد الآلية باش تضبط التسيير ديال المكتب ديالو. نفس المسألة بالنسبة في حالة التوقف الإداري لمدة 6 أشهر مثلا بالنسبة للمحاسب المعتمد، واش إلا صدرت في حوالي العقوبة هذه واش كيحسو المكتب ديالو يعني ما كاينش الإمكانية أنه ينوب عليه زميل آخر، هذه الآلية ما تقراش في القانون. سروني محمد رئيس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين. يندرج هذا اليوم في إطار تنزيل مدونة الواجبات المهنية التي هي وثيقة قانونية لها آثار كبير على الممارسات المهنية، ونسعى من خلال هذا اليوم الذي يجمعنا بالهيئات المنتخبة للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين من أجل توحيد الرؤى لتنزيل هذه المدونة تنزيلا سليما موحدا على جميع الجهات المملكة، ونسعى من خلال هذا التنزيل إلى تخليق الممارسات المهنية، ومن أجل يعني صد كل الممارسات التي قد يكون لها آثار سلبية على المهنة، مهنة المحاسب المعتمد، ومن أجل تخليقها، وكذلك من أجل محاربة الدخلاء على المهنة الذين يمارسون المهنة بطرق غير قانونية وغير شرعية. وأتمنى أن تعم الفائدة للجميع، ولأن الحاضرين هم الممثلين للمنظمة على مستوى جميع جهات المغربية، بحيث يحضروا معنا 8 ديال المجالس الجهوية والتي سيعهد لها بتطبيق هذه المدونة على صعيد الجهات. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيدة المغتي رئيسة المجلس الجهوي لجهة درعا تافيلالت. اليوم إن شاء الله غيكون واحد اللقاء خاص بخصوص تنزيل مدونة الواجب المهنية والأخلاقية الخاصة بالمحاسب المعتمد الذي يجب أن يقوم مهامه وعمله على أحسن وجه. وكيف كتعرفوا احنا اخر مره كان عندنا مستجدات كثيره في قانون الماليه الجديد، وعندنا اكراهات نعيشوها في المجالس ديالنا، وكنتمناو يكون واحد التطور. راكم عارفين بان المحاسب يجب ان يتعامل بشفافيه وباخلاص مع الاداره مع الزبناء على احسن وجه، باش يكون الامور ديالو دائما في المجال وفي التسيير اللي هو يعني مهم بالنسبة للإدارة ولا بالنسبة ليه. وكذلك كنطلبوا باش يكونوا دورات كثيرة، لأن كنعانيوا كثير وعندنا إكراهات كثيرة للتوعية والتحسيس. كشنني الكاتب العام للمجلس الوطني المحاسب للمنظمة المهنية للمحاسب المعتمدين بالمغرب. أولا باش نجاوب على السؤال ديالكم، لا بد نقولوا ان القانون 127/12 لمؤطر المهنه كيوضح في الماده الاولى ديالو كيوضح الصلاحيات ديال المحاسب المعتمد. اولا حتى ما خصكش تجاوز الصلاحيات ديالك، ما يمكنش غدا تعود مهنه اخرى، دير مهنه اخرى ديال التوثيق ولا ديال العدل ولا غيره. ها الاول. الثاني كيقول لك كيفيه الممارسه، كيقول لك يا اما بشكل فردي ولا على شكل شركه. اذا كيوضح لك اليات
كيف اللي غتمارس في هذه المهنه. ثالثا كيقول لك في طريقك لممارسه المهنه هل الممنوعات اللي ما يمكنش ديرها، مثلا الاشهار، الاشهار ممنوع عندنا في المهنه الا الدبلومات والكفاءه المهنيه اللي عندك. ثالثا كيقول لك اودي هذه المهنه راه منظمه باجهزه، خاصك تحترم هذه الاجهزه وخاصك تحترم القرارات ديالها. رابعا كيقول لك هذه المهنه راه تنظم مفهوم الزماله فيما بينها، اذا خاصك تحترم هذا المفهوم الزماله. خامسا كيقول لك اودي باش تكون محاسب مؤتمن خاصك واحد الكفاءه، اذا خاصك تحترم التكوين، العدد ديال التكوين. باش تمارس هذه المهنه خاصك تكون خاصك 30 ساعه، 30 ساعه سيحددها المجلس الوطني بالكيفيه ديالها ويشرف عليها المجالس الجهوية. خصنا قبل ما ندوي على هاد الدبلومات غندوي على انها في 2021 ملي صدر القانون 53/19 المعدل للقانون 127/12 حد المهنه، قال من وراء 2025 ما يمكن يدخل مهنه المحاسب المعتمد الا اللي ربح في مباراه تنظم من طرف اللجنه مشرفه على هذه المباراه. اذا كاين كل ما يخص المحاسبه، اما اجازه بعدا باك بليس 3، اجازه في علوم اقتصاديه، في علوم التسيير، في علوم الماليه، في المحاسبه الى اخره، كل ما هو عنده علاقه بالمحاسبه باك بليس 3 عنده الحق يدوز المباراه ديال المحاسب المعتمد. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.